كان في كلام ان النادي الاهلي معترض على موعد مباراه بيراميدز اللي هي هتبقى قبل مباراه سان داونز في آه اللي هي هتبقى في جنوب افريقيا الكلام ده الكابتن سعد عبد الحفيظ قال ان الاهلي ما طلبش تاجيل مباراه بيراميدز في الدوري وان الفريق هيكون جاهز للماتش والكلام ده مش مظبوط